إلى فقرة الرياضة اللي عدنا إياها كالعادة زميلنا علي خريس، راح تكون تمارين لكافة عضلات الجسم مع الكوتش مصطفى الزرع، نشوف سوا. مرحبا مشاهدينا، كيفكم؟ معكم المدرب مصطفى الزرع ومعاي الكوتش كمان لالي. اليوم انا معكم من جيم ماي 30 مينيت، راح نشارككم عن خاصيه جديده هي الموجوده كثير بالاردن او انتشرت باخر وقت، اللي هي عن طريق الرياضه عن طريق الذبذبات الكهرباء او الفايبريشن الاي ام اس. هذا الجهاز اغلبيه الناس صارت انه تعرف عنه بالبدايه انه كثير كويس، بس بالاخر بيحكوا لك انه كسايد افكت ممكن يضر الجسم او ممكن هذا الشيء مش هيلث كثير، بس هو بالاخر نفس الورك اوت اللي بتسويه بالجيم بوقت اقل وبوصلك الجول اكثر. يعني بمعنى انه مثلا نحكي انت بالتمرين بالجيم بتعمل تمرين البايسبس اللي هو بيشغل عضله البايسبس اللي هي ثنائيه للجسم، ممكن انت بس تمسك الدمبلز تكون انت عم تشغل الانقباض مره واحده. عن طريق هذا المشين او الجهاز الاي ام اس بتكون انت عم تعمل ضعف اللي هو 85 انقباض عضلي. هلا راح اكون انا مع الكوتش لالي، راح نعمل ورك اوت يكون بيسك للجسم جزء العلوي والسفلي ونبلش مع بعض. بالبداية راح نبلش سوت هون اللي هو بكون مجزء كل عضلات الجسم، سواء انه الأبر واللور بدي، سواء لور باك، أبس، تشيست، لاتس، الأشياء الأساسية بعضلات الجسم. لازم نبل الجهاز بالبداية لحتى يوصل البلس أكثر للعضلات، بمعنى انه يكون واصل الذبذبات لأطراف الجسم. كوتش لالي بليز. تمام، زي ما انتم شايفين بالضبط بكون مغطي الجزء العلوي كامل. تمام، حاول نشد كمان السوت حتى نوصل الحركة صح للعضلة. تمام، نحاول كمان هون نحط الأطراف نشغل فيهم عضلات الباي والتراي اللي هو آرمز كامل، وبنفس الوقت بتكون عم تشغل عضلات اللي هي المساعدة الشولدرز، سواء انه كان بالمنتصف بالأمام أو بالخلف. تمرين كتير حلو سهل بنفس الوقت. أغلبية الناس بيحكوا لك لا انه كيف مبدأ كهرباء ورياضة، فرح يكون الموضوع كتير صعب. يعني بنحكي للناس انه كتير اشي فن. هنحاول نجيب هدول. هيك سكرنا احنا الجزء العلوي، راح نبلش بالسفلي. هون بتكون هاي البلت بتسكر الكوادروسيبس والهامسترينج بعضلات الرجلين اللي هم العضلات الرئيسية بالجسم. آخر شيء بكون اللي هو لعضلة الجلوتس، ومهم كتير عند الكل، فنحاول كمان نسكرها ونكون هيك سكرنا كل أجزاء الجسم. سكر. تمام، وتقريبا زيارة واحدة من هذا التمرين بتغنيك عن 3 أو 4 مرات زيارة عن الجيم، اللي بكون ما معاه وقت بكون مشغول انه ما في عنده وقت كافي لحتى يلتزم بجيم كل يوم. يعني مثلا بنحكي انه تيجي مرة واحدة بالاسبوع بتغنيك عن 3 زيارات أو 4 عن الجيم، وبنفس الوقت هذا التمرين او الجهاز الاي ام اس بغنيك انه يعطيك التو جولز الموجودين الاساسيين بالجيم اللي هم الكارديو والسترينث. الكارديو بمعنى الالعاب اللي بتكون الهوائيه ككارديو، تريدميل، بايسيكل، كروس، روينج، والسترينث الاشياء اللي بتكون فري ويت بالبار وبالدمبلز. راح نبلش هلا الورك اوت انا كوتش لالي، هنشبكها بالجهاز. تمام، نفس الشيء خلال التمرين نسأل الكلاينت او انه اللي حاب يلعب قدام انه ايش الجول حاب تركز عليه، او اي منطقه حاول تركز على الكور، على اللور بادي، على الابر بادي، بالضبط نفس البروجرام اللي يكون موجود عندك بالجيم. كوتش لالي وين حاب تركز اليوم بالورك اوت؟ ابس، بمعنى الكور نركز عليها. وخلال هذا المشين بكون عندنا فيه مفاتيح من 1 ل 10، كل مفتاح بيركز لنا على عضلات الجسم الرئيسيه اللي هي كوادرسيبس، جلوتس، لور باك، ابر باك، لاتس، ابس، تشست، باي تراي. ممكن في عندنا مفتاحين زياده اللي هم 9 و10، ممكن في ناس حابه تركز على عضلات الكالفز اللي هم البطات، او ممكن حابه تركز على الثاي من هاي المنطقه، بنكون هي غطيناها كامل 100%. راح نبلش هلا مع كوتش لالي ورك اوت، راح نعمل اليوم سترينث
كنا عم نعمل فري ويت بالجيم. كوتش العلي بالبداية بدي أطلب منك نعمل البيسك بوزيشن اللي هو بكون إنه أتنشن لكل عضلات الجسم مهيئة حالها للفايبريشن رح توصلها عن طريق المشين. نكون هيك تشيست أب إلبو إنسايد سوفت بالني. تمام بلشنا؟ أوكي. هلا رح أبلش أنا كوتش لالي أزيد بالفايبريشن، رح أبلش باللور بدي الكوادروسيبس، رح أزيد رح تحسي زي ويل بالورك أوت. جود؟ تمام. نيجي للجلوتس. تمام. جود. نيجي للور باك. زي ما حكينا لكم إنه بالضبط اللي هي البلس اللي بتكون بالجسم زي ما اتفقنا إنه هي بس عبارة عن انقباض، وهون بتكون بتوصل لك ك يعني نحكي أكثر قدر ممكن من الانقباض اللي ممكن يصير للعضلة. نيجي للأبس. تمام. تشيست. جود. باي تراي. جود. طبعا هون احنا نحط بعين الاعتبار انه كوتش لاي الحمد لله ما عنده اي مشاكل صحيه، لانه ممكن في ناس يحكوا لك في عنده مشاكل لور باك بالني بالاي انجري، فبنفس الوقت كمان عن طريق هذا التمارين نفس وضعيه الجيم بناخذ بهاي العين الاعتبار انه في يكون شيء سيفتي. راح نبلش انا وياك كوتش باول تمرين عضلات كبيره اللي هو سكوات، بشغل عضلات الرجلين الاماميه والخلفيه. بهاي الوضعيه زي ما بدي اساوي بتساوي زي على الضوء الاخضر. طبعا هون احنا عندنا راح نبلش الورك اوت 1 2 3 داون هولد بالضبط. جود جوب. اب. نحاول نوسع رجلنا شوي صغيره. كوتش تشيست اب داون. زي ما اتفقنا المشين هون عم تعطينا ثلاث الوان. اب. الضوء الاول هو الازرق بكون زي عباره عن ريست بناخذها، اخضر بنشتغل عليها، والاحمر بتكون ستاند باي عشان هي حالنا انه راح نشتغل هاي الشيء. يلا كوتش. اوكي سوري هاي فلت. دن اجين كمان 3 مور عشان نغير اكسرسايز. 3 2 1 go down. ينزل فور رينج. جود جوب. اب. امورك تمام؟ حاسه؟ داون. لاست 1 وبنقدر نفس الشيء اذا نحاول نزيد بالليفل او نقلل. اوكي رجل قدام رجل ورا، راح نشغل عضله اللاتس بالباك. ايدينا هون نحاول نسحب تحت بالالبو. اوكي فوق ايدينا ستريت. نبلش بالبيسك بوزيشن، ننزل هون تاتش داون، ما ننسى نفسنا. طيب جود جوب. اب. كمان 3 مور. 3 2 1 جو داون. تاتش سكويز. نحس بلوح كتفنا انه عم بيسكر. حاسه بالمسل؟ جود جوب. اوكي نيجي هلا على الكور انت حكيتي حابه تركزي عليها. سوفت بالني، ايدينا هون بهاي الوضعيه، نحاول تشن ان ناخذ نفس فوق تحت نطلعه بس ننزل بهذا البوزيشن. 3 2 1 جو مع بعض ننزل. ممتاز. اب. حاول ما نحرك رقبتنا، تكون الحركه من الكور نفسه. 3 2 1 جو داون. انزلي كمان كرانش اكثر. جود جوب. اب. نحاول نساوي 3 مور. يلا تشن ان ننزل كرانش. بالضبط هذا التمرين زي التمرين اللي بكون بالجيم على الفلور على المات، نحكي للناس يعملوا سيت اب او كرانش، وبشغل اكثر شيء اللي هو الجزء العلوي من عضلات البطن. اخر وحده كوتش لالي، نزيد شوي صغير على الابس. جود جوب. نروح على عضله ثانيه اللي هي عضله البايسبس. ايدينا هون نحاول نعمل سكويز قد ما نقدر. زي ما اتفقنا هون الفورم او التكنيك بكون مو زي الجيم انه امسك الدمبلز نحاول نساوي تكرارات، لا هو بس مجرد انه بلس وبعطيك هو الانقباض اللي انت عم تعوضه عن طريق الجهاز. سوفت بالني، تشست اب، موف، بوش، سكويز. كوعنا شوي صغير قريبين من جسمنا. جود جوب. لاست تو. 1 جود. نفسنا. برافو. اب. جود. هلا نحاول نستخدم المات، راح ننام على الارض نشتغل تمرين للابس. ننزل كوتش بليز واسكون، نام على ظهرنا. يس. يس. نفس البوزيشن تبع السيت اب بالنام، ايدينا هون رجلنا شوي صغيره لورا. جود. نرجع هون تشن ان، حاول نطلع كرانش. 3 2 1 جو اب هولد داون اجين. برافو عليك، نحاول ما نحرك رقبتنا بالمره. نطلع اب. يس جود جوب. نزيد شوي صغيره على الابس. هلا ممكن نغير الفورم، نعمل ريبتيشن قد ما نقدر. يلا اب داون جود.
اخر وحده اعملي فيها تكرار قد ما تقدري. اذا سمعتك لجوا جو موف جود جود. نغير الاكسرسايز، نحاول هلا نركز على اللور بادي اللي هو بيشتغل هامسترينج جلوتس لور باك. تمرين اسمه البريدج، ايدينا هون نحط يمين شمال، نحاول نطلع كوتش بالهيب لفوق قد ما نقدر. جود جوب داون. هاي من التمارين اللي بتكون هي الاساسيه بالجيم، يعني بدون ما تكون انت بحاجه للام اس او لا، فبيصفي بالاخر انك بتقدر كمان تلعبها هون عن طريق الجهاز. داون كمان 3 مور، بس نحاول نعمل تكرار. اوكي برافو عليك. اب داون اب داون جود جوب. كمان تنتين، زي ما اتفقنا انه هذا التمرين بيكون هو عباره عن سترينث مو كاردو. الكاردو بتعرفه بيكون فيه نط اكثر، حركه اكثر، وحرق سعرات حراريه اكثر. اخر وحده عشان نغير التمرين. جود 3 2 1 جو اب جود جوب. نحاول هلا راح نعمل سايد نام، نعمل كيك رجلنا نشتغل له الاوت ثاي بالضبط. تمام جود جود. نحاول نعمل هلا كيك باك بالجلوتس، النية تكون ستريت، ما نحاول نكون انه هولد كوتش، نعمل كيك باك 3 2 1 جو موف كيك يس هولد جود جوب. نحاول ايدينا تكون على الارض تشين ان، ممتاز. نعمل سويتش على الرجل الثاني برافو 3 2 1 اب سكويز الابس قد ما تقدري برافو. كمان واحدة على الرجل الثاني، نعمل سويتش عشان نغير التمرين. بوش جود. اوكي هلا كوتش لالي بليز بدي اياكي تنامي سايد وجهك لهناك، بليز ايدك الثانية تكون على خصرك هون. اوكي نحاول هلا نركز على العضلة هاي هذا التمرين، نطلع فوق اب داون. يلا اعطيني ريبتيشن موف 3 2 1 جو موف اب برافو. ما ننسى نفسنا جود جوب. كمان واحدة اب جود لاست 1 عشان نكون احنا هيك خلصنا جود جوب. تمام يعطيك العافية كوتش لالي، يعطيكم العافية مشاهدينا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا، ونشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة.